السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال وفي صحه جيده يا ربي. المهم اول كلمه غادي نقولها هي اني كنشكر بزاف الناس اللي مدعميني والناس اللي كيخليو لي لي كومونتير ديالهم واللي متابعيني وكيشاهدوا لي فيديو ديالي. كنشكركم بزاف، الله يجازيكم بالف خير، وصراحه هادشي كيفرحني وكيخليني نتشجع انني نزيد نحط لكم معلومات والحاجه اللي تفيدكم. المهم لا فيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا جديده. اليوم غادي نحط مع نشارك معكم الطاجين اللي كينفعني في وقت الحزه وفي وقت الزيار. هذا هو الطاجين اللي رائع، كيجي بنين وعائلي، تقدر توجديه بكميه كبر من هكا. المهم ما نحرقش المراحل، شاهدوا لا فيديو حتى النهايه، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. المهم بالنسبه لهذا الطاجين كنحتاجوا ليه الخضره، او يعني لا باز ديال هذا الطاجين هي الخضره. كيف ما كتشوفوا هنا عندي بصله متوسطه اللي شلتها رقيقه، الخضره متواجده في كل بيت. عندي هنا الربيع، القزبر والمعدنوس، عندي البصله اللي غادي نديرها طرونش، بطاطا مطيشه، والفلفله. انا عندي هنا فلفله حمراء وخضراء، تقدروا تضيفوا الالوان تشكلوها، تقدروا انا درتها خضراء، تقدروا ديروها نتوما مشويه، تشوها في الفران اولا في البوطه. المهم بالنسبه للربيع نورمالمون خاصني ندير غير المعدنوس، ولكن ما متواجدش عندي المعدنوس بكثره فخلطته مع القزبر. هنا البصله اللي شلتها متوسطه تشلدوها رقيقه، هي اللي غادي نوضع مع الكفته، غادي كنحتاجوا لها اللحم المفروم او الكفته لهذا الطاجين. يعني كنوعوا شي شويه من طاجين ديال الدجاج وطاجين ديال اللحم، طاجين شويه مختلف وكيجي بنين سبحان الله. واخا هذا اللحم مفروم يعني مطحون، ولكن تجي النكهه مختلفه تماما. المهم تنوضع الكفته ودابا غنشلط شويه ديال المعدنوس. بالنسبه للبصله علاش وضعتها مع الكفته، كنشرملها مع الكفته باش اولا تزيد لنا من الكميه ديال الكفته الا كنتو غديروا كفته قليله، وثاني حاجه كتميه لينا ديك الكفته. يعني كنعرفوا البصله كتواتى بشكل كبير مع اللحوم هكا، ومع الكفته يعني بصفه خاصه كتجي رائعه مع الكفته. فكنشلطها بحال هكا، بامكانكم ديروها بوحديتها الا عندكم كميه كثيره وبغيتوا تكتفيوا غير بالكفته تكتفيوا بها، ولكن انا كتعجبني مع البصله. المهم كنشلط المعدنوس ديالي مزيان، غادي نضيفه على الكفته. وغادي نضيف التوابل ديالي، كلنا كنعرفوا التوابل اللي كتنديروا في الكفته. عندي هنا الفلفل الاحمر الحلو او لا تحميره او لا البابريكا، كل واحد كيقول لها. عندنا الفلفل الاسود او الابزار، تقدروا ديروا السودانيه، انا ما غاديش ندير السودانيه لان وليداتي كيحماقوا على هذا الطاجين، غادي ندير غير شويه ديال البزار يعني زايد. هنا عندي سكينجبير والخرقوم البلدي، وبطبيعه الحال الكمون. الكمون اللي ضروري خاصو يعني الكفته كنبغي تبغي الكمون، والملح بطبيعه الحال راني ضفتها الملح لان غادي نديروا الملح في المقادير الاخرى والمكونات الاخرى، اذا نردوا البال من الملح. بالنسبه للكمون البنات واحد المعلومه، بالنسبه للناس اللي كتطحن العطريه على يديها، يعني مولفه كتطحن العطريه على يديها بحالي انا كنطحن العطريه على يدي، ما تنشريهاش مطحونه نهائيا. الوقت اللي كنتحز في العطريه يعني ما تتكونش عندي الوقت باش نطحنها، اولا ما كنلقاش يعني الظروف ما كتكونش مناسباني، فكنلتجئ البيم. بيم هي اللي تناخذ من عندها العطريه، كنثيق في العطريه ديالها. صراحه هاد الساشيه ديال العطريه ديال الكمون خديتها بشي 8 درهم تقريبا ولا ما وصلاش. المهم رائعه رائعه، الريحه ديال الكمون فري وما فيه لا حجر لا والو، نقي. يعني تنتفادى انا العطاره ناخذ من عندهم، وهانت الكميه راني خويتها في القرعه ديال الزاج يعني لا باس بها، يعني كميه الحمد لله تدي ليا واحد المده على ما نصايب الكمون على يدي ثاني ونطحنو. المهم راه كمون رائع، الا وحلتو سيرو خذو من بيم العطريه، انا ما تنديرش ليها لا اشهار لا والو، ولكن المنتوجات اللي كتكون صراحه صدقات معايا تنشاركها معكم. خديت الكمون انا ديجا خديته من العطار عامر حجر، عامر حجر لحتو مشيت رجعت عنده بعدا قلت ليه داك الكمون سير لوحو ما تبيعوش لعباد الله، راه حشومه هادشي اللي كديرو فيه، ومشيت لحتو كامل. يعني ما تقريبا خديت راشي خديت شي 250 غرام لحتها كامله، ولكن مشيت عنده بعدا نبهتو وعطيتو علاش يعني سمعتو الكلام نيت ولحتو. كيف ما كتشوفوا ضفت هنا زيت البلديه او زيت الزيتون، ومن الافضل ان الطواجن بصفه عامه او الطيب بصفه عامه حاولوا تفادوا يعني تخدموا بزيت البلديه يعني قدر المستطاع. مهم انا الكفته ديالي هكا شرملتها مزيان، عجنتها مزيان حتى كدخلت انسجمت مع العناصر كلها. البصله اللي كانت عندي جوج بصلات، تقدروا كميه ماشي ضروري ديروا نفس الكميه. عندي هنايا جوج بصلات اللي شلطتهم هكا طرونش، غادي ندوزو للطاجين باش نوريكم كيفاش كندير لهاد البصله هادي، يعني الطريقه كيفاش كنطيب هاد البصله. وحتى البطاطا كنقطعها طرونش رقيقه بنفس الطريقه باش قطعت البصله، وحتى مطيشه اللي تقدروا تنقيو لها القشره ديالها، انا غنخليها بالقشره كتعجبني، غنحيد لها غير الزريعه فقط.
بالنسبه للبصله اللي قطعت طرونش هكا رقيقه حطيتها هي الاولى في الطاجين، شعل على الطاجين على عافيه تكون مهيله. كنضيف خويطه ديال زيت الزيتون، دائما كنحطها لتحت لان هي اللي كتطلق الماء، وما غاديش ندير لها التوابل لان كاع التوابل غادي تطلق الماء ديالها وغادي تنزل عليها لتحت وغادي يعني حتى هي غادي تتبل بديك التوابل. غنضيف لها غير شويه ديال الملح غير باش تنزل ليا صافي. وغادي نخلطها بهذا الشكل وغادي نقادها مزيان يعني نستفها هكا في الطاجين. باش نزيد نحط عليها دابا نتبل البطاطا ديالي ونجي نحطها فوق منها. بالنسبه للبطاطا اللي قطعتها حتى هي طرونش رقيقه، ضفت لها شويه القزبر والمعدنوس، شويه ديال التحميره او الفلفل الاحمر الحلو، وشويه ديال الخرقوم البلدي، وشويه ديال الابزار، وشويه ديال سكنجبير، وعفوا شويه ديال زيت الزيتون. كنقطعوها رقيقه باش ما تاخذناش الوقت في الطياب، تقدروا ديروا كميه اقل من هذه. نسيت الملح، غادي نضيف الملح. تقدروا ديروا كما قلت كميه اقل من هذه. صافي غنستفها في الطاجين ديالي لان كنحطها من التحت انا هي شويه كتشد شويه يعني غادي تاخذ الوقت في الطياب، واصلا كيجي المنظر ديال الطاجين هكا زوين. المهم انا درت كميه كثيره صراحه لان وليداتي كيحماقوا على هاد البطاطا هذه اللي كتكون نص ما بطيبه الكفته، فكياكلوها يعني كياخذوها كياكلوها بوحديتها هكا يعني ما كيشبعوش منها. كتعرفوا الوليدات راه الصغير والكبير تيحماق على البطاطا. صافي غادي نحطها بهذا الشكل هذا، نقادها في الطاجين يعني، وغادي نحط فوق منها الكفته اللي غادي نكورها حتى هي بالشكل اللي بغيتو. بغيتو شكل دائري، الشكل اللي غادي نصايبو انا يعني الشكل اللي بغيتو. بالنسبه للتوابل تقدروا تفاداو انكم ديروا كل حاجه تشرملوها بوحديتها، تقدروا ديروا غير نص كاس ديال الماء وديروا فيه التوابل كامله اللي ذكرنا يعني كميه اللي تكفيكم في الطاجين ديالكم، وتضيفوا شويه ديال زيت الزيتون وتخلطوا مزيان دوك العناصر وتخويوه من الفوق ديال حتى تستفوا كل شيء وتحطوه من الفوق يعني تخويوه هكا ديك نص كاس من الفوق. وديروا ثاني خويط ديال زيت الزيتون. بالنسبه للطاجين راه تيطلق الماء يعني تفادوا انكم ديروا الماء بكثره. هنا المطيشه حتى هي درتها طرونش، راه كتشوفوا هنا الكفته راني كورتها وحطيتها فوق البطاطا باش يعني بلا ما ماشي ضروري اني نوريكم كل شيء راه باين باش ما تجيكمش لا فيديو طويله. بالنسبه للمطيشه كنحطها بهذا الشكل هذا، كنحيد لها الزريعه كيف ما قلت لكم قبل وكنخليها بالقشره ديالها. كتجي حتى هي هائله صراحه ملي كتبلوها حتى هي بنفس التوابل وكديروا لها زيت الزيتون كتجي رائعه. المهم كنستفها بهذا الشكل. كيف ما قلت لكم الطاجين ردوا البال، تقدروا ديروا شي معلقه هكا الا كان الطاجين كيسيل لكم يعني كيخرج لكم على برا يعني المراق، تقدروا ديروا شي معلقه هكا حتى يتشرب ديك البطاطا داك المراق عاد تسدوا عليها باش تكمل الطياب. بالنسبه للفلفل حتى هي نفس الطريقه، نفس التوابل، شويه القزبر والمعدنوس، نفس الطريقه، الملح، الخرقوم البلدي، شويه السكنجبير، شويه البزار. صافي غادي نستف الخضره ديالي من تبقى تزيين اختياري، وغادي نخليها نسد عليه حتى يدخلوا يعني يوصل واحد النص ديال المرحله في الطياب. عاد غادي ندردر عليه شويه ديال الكمون من الفوق. وتقدروا الا كنتو عزيز عليكم يعني زيت الزيتون هكا من الفوق في الاخير حتى الاخير مرحله تبغوا تطفيو عليه واحد الخمسة دقائق، وديروا واحد المعلقه ديال زيت الزيتون من الفوق هكا خويط من فوق الخضيره، واخا حنا ديجا دايرينها ولكن كتعطي داك النكهه زوينه في الاخير. صافي كيبقى التزيين كيف ما قلت اختياري، وانا صراحه شرملت كلشي في اناء واحد يعني ما كاينلاش كثره الاناء، وهذا نبقى نكرفس في المعنات على والو يعني اناء واحد كنست في حاجه وكنمشي نشرمل ثاني حاجه اخرى يعني هذه باش ما نرونش ثاني راسي في صراحه. اسهل طاجين ممكن توجدوه، ما فيه لا كثره روينه الا كنتو عرفتوا تنظموا الخدمه ديالكم، ما كيشدش الوقت في الطياب، وما فيهش مكونات اللي هي ما كايناش في الدار. الطاجين ديالنا هو هذا، من بعد ما طفيت عليه غنخليه شي شويه حتى بعدا يبرد شويه. نتوما كي كتشوفوا كي كيجي الشكل ديالو، كيجي رائع صراحه وساهل ماهل صراحه. هذا هو الطاجين اللي يعتقك في الاوقات الحرجه والاوقات الصعبه اللي تتكوني مثلا تتخملي، او اللي تيجيك شي ضيف على غفله من العائله يعني تيجيك معطل يعني كتبغي ديباني للغدا، تيجي في الوقيته ديال الغدا ما تتلقايش كيف ديري،
فهذا هو الطاجين صراحه انا اللي تيهنيني الا وقعت في هاد المواقف هادي، وكيوجد دغيا وتيبغيوه الوليدات وكياكلوا الخضيره فيه صراحه كتجي فيه بنينه. فكنتمنى ينال الاستحسان ديالكم هاد الوصفه ديال اليوم وهاد الطاجين ديال اليوم، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبلي كومونتير ديالكم. اللي اول مره كيزور القناه ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس، وشكرا لكم بزاف على المتابعه والمشاهده حتى لدابا. وصلت لنهايه الفيديو، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.